السلام عليكم ورحمة الله في قناة عبد السبور. مرحبا بكم داخل وطن وخارج وطن. زوج مواضيع شيقة وشيقة جدا. الموضوع الأول هو على اللاعب الفرنكو الجزائري مغناصة كيلوش، والموضوع الثاني هو لعلي لوزيج اللي كان تكلم البارحة أو اليوم البارحة على ما أظن على الفريق الوطني وعلى حبه للجزائر. دوك تسمعوا معنا واش تكلم فيها واحدة لوزيج، واحد الكلمة مؤثرة جدا تكلمها. تابعوا معنا الفيديو. نبدأ باللاعب هذا، اللاعب أكيلوش اللي كان ما كانش تحت أنظار كبيرة من فريق من ديدي ديشون. ولا هل الهدف اللي سجله أكيلوش ضد فريق ضد نادي برشلونة راح يغير مسيرته الرياضية رأسا على عقب؟ اليوم شفنا كاع الصحف الفرنسية والصحف وحتى ديدي ديشون كان في الملعب. هاو المشكل كان في الملعب وشاف تحركات هذا اللاعب اللي بالك ما كانش قاعد يديرو في راسه، لكن بعد ما شاف الاداء تاع هذا اللاعب على بالي باللي راح يكون لنا مشكله هذا ديدي ديشون، لانه كل شيء ما هو جزائري يكرهه. هذه حاجه باينه. أكيلوش ادى مباراه جيده وجيده جدا، سجل هدف في رابطه، اول هدف ديالو في رابطه ابطال اوروبا بهدف جميل امام انظار كل الصحافه. هذا الشاب اللي كنا قراب وكانت الاتحاديه قريبة ليه باش تجيبه، هلا حيكونوا عندها مشاكل الآن بعد ما برز بهذه الطريقة. تخاف يدوروا له عقله، تخاف يطمعوه، تخاف عدة أمور، لأنه لاعب موهوب فعلا. طولنا شوية عليه، طولنا وكان زربنا الحالة. دوك ما على باليش اسكو هو اللي طول ولا احنا اللي طولنا، لكن نشوفوا عدة صفحات أي تتكلم عليه. نبدأ نقرأ لكم خاوتنا، والله ستندهشون. نبداو بكانال بليس. كانال بليس كانت كلمه وقالت لك أكيلوش، وكتعرفوا كانال بليس لما تبدا تحل في فمها، قالت لك أكيلوش احسن لاعب فوق ارضيه الميدان. وبعدها زادت كلمه صفحه اخرى قالت لقد اعجبني ماغنيس أكيلوش كثيرا، يلعب براحه في مناطق مختلفه من الملعب، وسرعته في التسديد وبنيته الجسديه تدل على موهبته الطبيعيه. من القليل الذي رايته منه في هذه المباراه، هو افضل لاعب من بوكس. يلعب جيدا هذا اللاعب، انا نشوفه. حتى أتليتيك فوتبول تكلمت أيضا. خاوتنا قالت لم تكن الدقائق 16 الأولى من المباراة كما كان برشلونة يتمناه. طرد إيريك جارسيا بعد مرور 10 دقائق قبل أن يتم موناكو بهدف لمغناص أكيلوش بعد 6 دقائق. خاوتنا عم قاعد يتكلموا عليه. وهذه تاني نيكو زاد كلمت، قالت مغناص أكيلوش لامين يامال على نفس الملعب أمام عيني، شكرا لكرة القدم. وكانوا أيضا تكلموا بي او فوتبول، هذه تاني تكلمت وقالت بيت دو مغناص أكيلوش كونتر لو باكسا. كلهم عم يتكلموا. وهنا تاني صفحة أخرى تاني تكلمت، إنها بداية مثالية لأمسية نادي موناكو في اليوم الأول من دوري أبطال أوروبا، وبالإضافة إلى البطاقة الحمراء التي حصل عليها أرسيا افتتح النادي تسجيل أكيلوش. هذا اللاعب هدايا والله العظيم، غير أنا خايف يبداو يدوروا له في عقله، أنا خايف يبداو يخلطوا له، لأنه كان أقرب إلى الفريق الوطني حبينا ولا كرهنا. بورتر واسون 60 تكلمت، ومباشر مباراة برشلونة ضد موناكو شباك تير شتيغن تهتز بهدف رائع من أكيلوش. خاوتنا شوفوا كاع راهم يتكلموا عليه. زيد على ذلك تان العين تكلموا عليه، دوري أبطال أوروبا خليفة مبابي يكبد برشلونة في ليك، أول خسارة يعني سماوه خليفة مبابي. خاوتنا زيد على ذلك هدف مغناص أكيلوش أمام برشلونة يثير جنون الجماهير الجزائرية. كانوا تكلموا عدة صفحات، والصفحة هذه تاني ديدي ديشون اكتويلمون أستاد هذه أنتخان دو داسيستي على بيرفورمانس دو مغناص أكيلوش. هاي الكلمة الأخيرة اللي نقولها لكم على هذا اللاعب. ديدي ديشون بقى يشوف حال فمه منينو هذا اللاعب، يعني دوك الآن يسمع باللي عنده وعلاقات مع الجزائر مع وطنه الأم، سما راح يدوه دوك هنا. لي تخاف ديدي ديشون هو اللي يخلط أوراق اللي راهم يتصلوا بهذا مغناص أكيلوش، تخاف ينحوهن عينك يدوروا له عقله. لكن انا نقول باللي الجزائر وكان مد موافقته للجزائر باش يلعب معاها من هنا وهناك، سمعنا انه راهو حاب كل الجزائر هذه قبل ما يولي
بهذه الطريقه وما يسجل ضد برشلونه. هنا قال لك اكيلوش يلعب براحه في مناطق مختلفه من الملعب، وسرعته في التسديد وبنيته الجسديه تدل على موهبته الطبيعيه. من القليل الذي رايت منه في هذه المباراه، هو افضل لاعب من البوكس بوكس. يعني هذا اللاعب راه يتكلموا عليه كاع الصفحات. ان شاء الله يا ربي يكون للفريق الوطني، لو جبنا لاعب من هذا البروفايل راح نكونوا من احسن الفرق في افريقيا. انا نقولها لكم، اللاعب اللي راهي تتلهف عليه الان فرنسا 100% بعد الاداء اللي مدوا، ان شاء الله ربي يعميهم وما يشوفوش. هي شافوا ديشون كان في التيران، ان شاء الله يتغاضى عليه ويقول لك بالك مباراه واحده دارها مليحه وخلاص. ان شاء الله يعود للفريق الوطني ويجي، عفوا يغير جنسيته الرياضيه ويجي للفريق الوطني باش نزيدوا نكونوا آلات في كاس افريقيا هذه اللي حتكون في المغرب، ولما لا في كاس العالم ان شاء الله التاهل. الان نروح الوحيد هاني لوزيج. خاوتنا الكرام، وحيد هاني لوزيج اللي مازالوا قلبوا في الجزائر، بعد ما راح تسمعوه الان ستندهشون. وحيد هاني لوزيج هذا المدرب اللي لقى روحه في الجزائر، لقى روحه كانه اصبح جزائري، وخاصه بالعقليه المزيره ديالو في اللي نعرفوها. وحيد علي لوزيج واحد ما كان يزغد قدامه، حبينا ولا كرهنا، وحيد علي لوزيج يعبر بصراحه: لا اريد ان اموت دون العوده مره اخرى للجزائر. اسمعوا واش قال وحيد علي لوزيج. ابدا وحيد علي لوزيج المدير الفني السابق للمنتخب الجزائري رغبته في العوده الى الجزائر بعد غياب طويل، ويشهد التصريح على ارتباط المدرب العميق بالبلد الذي رحب به وحقق فيه نجاحا ملحوظا. وقال هاني لوزيج الذي قاد الخضر الى مسيره لا تنسى في كاس العالم 2014: لا اريد ان اموت دون زياره الجزائر مره اخرى. تكشف هذه الكلمات مدى اعتزازه وبذكرياته في الجزائر وتجربته مع المنتخب الوطني وتمييز ادارته للمنتخب بنجاحات كبيره ابرزها التاهل الى مرحله المجموعات ومن ثم الى دور ال 16، وهو انجاز لا يزال محفورا في ذاكره المشجعين الجزائريين. وخلال عرض فيلم عن مسيرته في سراييفو، شارك هاني لوزيج افكاره حول الفتره التي قضاها في الجزائر، مؤكدا على الدفء وكرم الشعب الجزائري. كلمات تلقى صدى لدى العديد من المعجبين الذين احتفظوا دائما بمكانه خاصه له في قلوبهم. عوده هاني لوزيج الى الجزائر يمكن ان تحيي ذكريات الحنين لدى المشجعين وتعزز العلاقات بين المدرب والبلاد. وبينما يأمل في تحقيق هذه الأمنية، ينتظر المشجعون بفارغ الصبر معرفة ما إذا كان حلمه سيتحقق وكيف سيستمر في التأثير على كرة القدم الجزائرية. أنا نقول بلي هاني لوزيج درب في الجابون لحق الكوب دي موند باش طلعهم حوزوه، في المروك كيف كيف، يعني لقى خيانه من كاع الدول الا الجزائر اللي طلع معاهم الكوب دي موند وراح معاهم دوزيام تور واكتشف فيها لاعبين وحبيناه والجمهور الرياضي يحبوه. حب يخليه باش تعرفوا حاجه، باش تعرفوا باللي الجمهور الجزائري لما يكون مدرب مليح، الجمهور الجزائري يعرف كرة قدم، يقول لك خليه غير خليه، على باله علاش، صح يكونوا إخفاقات، بصح على بالهم باللي تمتم نعاودوا نرفدوا روحنا، مثل ما صرا مع جمال بالماضي، مع اللي جبنا كأس إفريقيا، ومن بعد درنا إخفاقات، قال لك نحيه، كنا قادرين نزيدوا نخليوه، وخاصة في تصفيات كأس العالم هذه اللي كنا بست نقاط ديالو، لو كان كملنا وكان رانا درك ب 12 نقطة، على بالي باللي جمال بالماضي في التصفيات ما يرحمش، لكن في الدورات الحكام كشتو شنو يديروا لنا. لا علينا، وحيد علي لوزيج كاع نحبوه، حبه من حبه وكره من كره، كل الشعب الجزائري يحب هذا المدرب لانه ذو شخصيه. وماركيتو حاجه، الجمهور الجزائري يحب المدربين اللي عندهم شخصيه قويه، ما يحبوش واحد بودينا. هذه هي الجمهور الرياضي يحب واحد صنديد كيما وحيد علي لوزيج. جا ديريكتومون نحى النقاط السوداء من الفريق الوطني وعاود تجو باللاعبين من البطوله الوطنيه ومن خارج الوطن، دار كتله قويه وشوفوا واش دار بها. رحنا بها الدوزيام تور اللي ما نساوهش 2014، والسرى لما تاهلنا ضد روسيا الى الدور الثاني وانهزمنا بشق الانفس ضد المانيا 2-1 بتسجيل جابو اللي كان تمريره من عند فغولي، تمريره السونتر انفلوبي
ديريكتومون الرجل جابو كان هدف ضد نوير اللي كان من احسن الحراس انذاك. شتو بلاني شافي مليح لانه كنا في اعز ايامنا هذوك الايامات، واحد الايامات اللي ما ننساهمش طول حياتي. وبعدها بعدها جاو مدربين وبعدها ما لقيناش الضاله ديالنا دوك دون ذكر الاسماء. بعدها جبنا جمال بالماضي وجبنا به كاس افريقيا الحمد لله. هذه هي، احنا نحب المدربين اللي يكونوا زنده وصنديد، ما كان ما يسمح حتى الواحد. ان شاء الله بيتكوفيتش يخرج لنا بخرجه مثل ما خرج بنا بها وحيده للوزيتش وجمال بالماضي، لما لا يعودوا يتغنوا به في المدرجات. انا هذا واش نقول لكم، شكرا لكم تابعونا قناه عبد السبور، فعلوا الجرس. سلام.